بسبب تصريحات المسيء لنبي الإسلام أحلام تهاجم ماكرون إلا رسول الله. أردوغان مهاجم ماكرون بحاجة لاختبار عقلي ورسوم النبي سفالة. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو لتسعة آلاف لايك. لو متعاطف مع المسلمين ورافض للإساءة ضد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع ديننا الإسلامي والرافضين للإساءة إلينا. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. السعودية تصدر أول تعليق على الرسوم الموسية للنبي محمد وموقف ماكرون. دعت هيئة كبار العلماء في السعودية لإدانة الإساءة للأنبياء والرسل، مؤكدة أن الإساءة إلى مقامات الأنبياء لن تضر الأنبياء الله ورسله شيئا، وإنما تخدم أصحاب الدعوات المتطرفة. وشددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، وهي أرفع هيئة دينية في السعودية، عبر بيان أصدرته اليوم الأحد، على أن الإساءة إلى مقامات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لن يضر أنبياء الله ورسله شيئا، وإنما يخدم أصحاب الدعوات المتطرفة الذين يريدون نشر أجواء الكراهية بين المجتمعات الإنسانية. وأضافت في البيان أن الإسلام الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام جاء بتحريم كل انتقاص أو تكذيب لأي نبي من أنبياء الله، كما نهى عن التعرض للرموز الدينية في قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وتابعت: الإسلام أمر بالإعراض عن الجاهلين، وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ناطقة بذلك، فمقامه عليه الصلاة والسلام ومقامات إخوانه من الأنبياء والمرسلين محفوظ وسامية. قال الله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. وقال سبحانه: إن شانئك هو الأبتر. واختتمت بالقول: واجب المسلمين وكل محب للحقيقة والتسامح نشر سيرة النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بما اشتملت عليه من رحمة وعدل وسماحة وإنصاف وسعي لما فيه خير الإنسانية جمعاء. وصلى الله على نبينا محمد على إخوانه من الأنبياء والمرسلين وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يبني حجارته في المدينة ما يقوله التراث الإسلامي. بدأ النبي محمد عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة ينشو حياة، فبدأ ببناء المسجد، بعد ذلك بنى عددا من الحجرات بجانب المسجد لأهله. فما الذي يقوله التراث الإسلامي في ذلك؟ يقول كتاب البداية والنهاية لحافظ بن كثير تحت عنوان: فصل بناء الحجرات لرسول الله حول مسجده الشريف. وبنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حول مسجده الشريف حجر لتكون مساكن له ولأهله، وكانت مساكن قصيرة البناء قريبة الفن. قال الحسن بن أبي الحسن البصري: وكان غلاما مع أمه أم سلمة، لقد كنت أنال أطول سقف في حجر النبي بيدي، قلت: إلا أنه قد كان الحسن البصري شكلا ضخما طوالا رحمه الله. وقال السهيلي في الروض: كانت مساكنه عليه السلام مبنية من جريد، عليه طين بعضها من حجارة مرضومة، وسقوفها كلها من جريد. وقد حكى عن الحسن البصري ما تقدم. أول تعليق من المغرب على تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون ضد النبي. أعلنت وزارة الخارجية المغربية أن المملكة تندد بالأعمال المسيئة التي تعكس عدم نضج أصحابها، مؤكدة أن الحرية تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين ومعتقداتهم. وأضافت الوزارة أنه لا يمكن لحرية التعبير لأي سبب من الأسباب أن تبرر الهجوم غير المبرر على الدين الإسلامي الذي يبلغ معتنقوه عبر العالم أكثر من ملياري شخص في العالم. وتابعت: كل أعمال العنف الظلامية والهمجية التي ترتكب باسم الإسلام فإنها تجب هذه الاستفزازات المسيئة للقدسية الدين الإسلامي، ودعت إلى الكف عن تأجيج مشاعر الاستياء والتحلي بالفطنة وبروح احترام الآخر كشرط أساسي للعيش المشترك والحوار الهادئ والبناء بين الأديان. وتأتي الإدانة المغربية في خضم الأزمة بين فرنسا والعالم الإسلامي إثر نشر رسومات تسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماكرون يخاطب المسلمين بالعربية في خضم أزمة الرسوم المسيئة للنبي محمد. نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد تغريدة باللغة العربية تزامنا مع الأزمة التي أثيرت بنشر رسوم مسيئة عن النبي محمد. وقال ماكرون في تغريدته: لا شيء يجعلنا نتراجع أبدا، نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام، لن نقبل أبدا بخطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني، سنقف دوما إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية. وكان ماكرون تعهد بتجديد حملته على ما وصفه بالإسلام الراديكالي إثر مقتل الأستاذ التاريخ سموئيل باتي الذي نشر رسوما عن النبي محمد على يد متطرف. واحتدم النقاش في فرنسا حول طرق التعامل مع ظاهرة التطرف الإسلامي بعد قطع رأس المعلم قرب إحدى مدارس ضواحي باريس.
السعودية تصدر أول تعليق على الرسوم الموسية للنبي محمد وموقف ماكرون. دعت هيئة كبار العلماء في السعودية لإدانة الإساءة للأنبياء والرسل، مؤكدة أن الإساءة إلى مقامات الأنبياء لن تضر الأنبياء الله ورسله شيئا، وإنما تخدم أصحاب الدعوات المتطرفة، وشددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، وهي أرفع هيئة دينية في السعودية، عبر بيان أصدرته اليوم الأحد، على أن الإساءة إلى مقامات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لن يضر أنبياء الله ورسله شيئا، وإنما يخدم أصحاب الدعوات المتطرفة الذين يريدون نشر أجواء الكراهية بين المجتمعات الإنسانية. وأضافت في البيان أن الإسلام الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام جاء بتحريم كل انتقاص أو تكذيب لأي نبي من أنبياء الله، كما نهى عن التعرض للرموز الدينية في قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وتابعت: الإسلام أمر بالإعراض عن الجاهلين، وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ناطقة بذلك، فمقامه عليه الصلاة والسلام ومقامات إخوانه من الأنبياء والمرسلين محفوظ وسامية. قال الله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. وقال سبحانه: إن شانئك هو الأبتر. واختتمت بالقول: واجب المسلمين وكل محب للحقيقة والتسامح نشر سيرة النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بما اشتملت عليه من رحمة وعدل وسماحة وإنصاف وسعي لما فيه خير الإنسانية جمعاء. وصلى الله على نبينا محمد على إخوانه من الأنبياء والمرسلين وسلم. محمد إن يتضمن مع حملة إلا رسول الله النبي خط أحمر. أعلن النجم المصري محمد النني المحترف في صفوف فريق أرسنال الإنجليزي تضامنه مع حملة إلا رسول الله، وذلك على خلفية استمرار رسم الرسوم الموسية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في فرنسا. وغرد محمد النني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: رسول الله خط أحمر، إلا رسول الله، يكفي كل مسلم أن الله زكى نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وقال: إنك لعلى خلق عظيم. وتصدر هاشتاج إلا رسول الله قائمة الأكثر رواجا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الآونة الأخيرة بعد استمرار نشر الرسوم الموسية للرسول صلى الله عليه وسلم. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل نهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو السبب الحقيقي وراء الإساءات ضد المسلمين؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.